تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة التي نستهلها بالعناوين. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ندوة النيباد، الوزير الأول يبرز جهود الجزائر في تبني مقاربة اقتصادية إفريقية لمواجهة التحديات الدولية، ويدعو إلى تعزيز مسار الاندماج القاري لبلوغ أهداف قارة آمنة ومزدهرة. في ذكرى اغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة، تأكيد على مواصلة مسيرة الفقيدة ومساهمة اتحاد العمال الجزائريين في الدفاع عن مؤسسات الدولة وحقوق العمال. وفي النشرة صور عن التفاف الشعب حول ثورته المظفرة عبر استجابته الواسعة لنداء إضراب الثمانية أيام في ذكراها 64. حركية تنموية ومشاريع حيوية بالمناطق النائية بتندوفة، وساكنة دوار الماء بالوادي يتطلعون إلى المزيد من المشاريع. أهلا بكم من جديد. بداية وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك اليوم الوزير الأول عبد العزيز جرادة في الندوة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى 20 لإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا نيباد، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. الوزير الأول نقل للمشاركين التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتمنياته بالتوفيق لأشغال الاجتماع الذي حضره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا ورئيس الاتحاد الإفريقي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأكد الأمين التنفيذي لوكالة التنمية للاتحاد الإفريقي. وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير الأول عبد العزيز جرادة أن الجزائر من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة الإفريقية تسجل بارتياح النتائج الإيجابية المحققة في عديد المجالات، وما تحول برنامج الشراكة الجديدة إلى وكالة للتنمية بصلاحيات أوسع وتأثير أكبر إلا خطوة هامة نحو الانطلاق في مرحلة جديدة من عملية التحول الهيكلي والاقتصادي. يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتمنياته بالتوفيق لأشغال اجتماعنا هذا. بعد عقدين من تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا كبرنامج تابع للاتحاد الإفريقي، فإن بلادي من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة تسجل بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في عدد المجالات، ومن بين أهم مؤشرات هذا التقدم تحويل برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى وكالة للتنمية تابعة للاتحاد الإفريقي تتمتع بصلاحيات أوسع تسمح لها بمواجهة التحديات والتعامل مع أهداف التنمية المسطر لقارتنا. وإننا على قناعة تامة بأن إنشاء الوكالة التنمية سيسمح لقارتنا بالانطلاق في مرحلة جديدة من عمليات التحول الهيكلي والاقتصادي. وإننا نتطلع إلى أن تلعب وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي الدور المناط بها كاملا غير منقوص، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الابتكار وضمان استدامة تمويل المشاريع القارية الكبرى لدعم هذا التوجه الاندماجي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والنهوض بأداء قارتنا الاقتصادي
وتكريس سنة التضامن بين دولنا في مواجهة التحديات المشتركة. الوزير الأول أكد أن إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة يندرج ضمن أهم مشاريع أجندة الاتحاد الإفريقي، وهو يعكس الإرادة الكاملة للدول الإفريقية في تعزيز التكامل الإقليمي وتنشيط التجارة البينية. ومشاركة الجزائر تتجلى من خلال مشروع الطريق العابر للصحراء المضاعف بخط أنابيب الغاز والربط بالألياف البصرية، وكذا كبريات الإنجازات والبنى التحتية. إن بلادي انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز مسار الاندماج القاري في إفريقيا، سارعت إلى تبني مقاربة إقليمية، سواء تعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية الوطنية أو بالمشاريع الإقليمية، من أجل دعم التواجه التكاملي والاندماجي في إفريقيا بشكل فعال وملموس. وفي هذا الإطار فإن مشاركة الجزائر تتجلى إقليميا من خلال مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس في نيجيريا، ومضاعف بخط أنابيب الغاز والربط بالألياف البصرية على نفس المسار. ووطننا من خلال العديد من كبريات البنية التحتية، لا سيما ميناء جنجن وميناء الحمدانية، وهي مشاريع ستؤدي بالضرورة إلى تعزيز البنية التحتية القارية وتضاعف الإمكانيات اللوجستية تحفز التجارة البينية في إفريقيا. وفضلا عن ذلك، فإن بلادي التي أطلقت في بداية السنة الماضية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وتعتزم المساهمة في دعم الإدماج القاري وجهود التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة. في النشاط البرلماني، ترأس صالح خجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لتدارس برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس. الاجتماع استهل بقراءة فاتحة الكتاب على روح عضو مجلس الأمة الفقيد المجاهد موسى شرشالي المدعو سي مصطفى الذي وافته المنية مؤخرا. مكتب المجلس أكد على صوابية المنهج المعتمد من طرف رئيس الجمهورية، إذ ثمن المقاربة التشاورية المنتهجة لمناقشة وإطراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في وقت تستعد فيه الجزائر لاستكمال ثالث محطة مصيرية في المسار الديمقراطي، معتبرا أن مسودة مشروع قانون الانتخابات تشكل توليفة سياسية وقانونية تنظيمية موفقة استجابت لرغبات وطموحات الفاعلين السياسيين. وخلال الاجتماع تقرر عقد جلسة استماع تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في 2 فبراير المقبل، وأخرى تخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في 9 فبراير المقبل. نبقى في النشاط البرلماني دائما، حيث عقد اليوم المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنينة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. الجلسة خصصت لطرح عدد من الأسئلة الشفوية تخص القطاعات الداخلية والجماعات المحلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الموارد المائية، السكن والعمران والمدينة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعية والصيد البحري والمنتجات الصيدية. في الذكرى 24 لاغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة، نظم اليوم الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقفة عرفان بحضور مستشار رئيس الجمهورية ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر والأمين العام للمركزية النقابية سليم لباتشا. وبالمناسبة ألقى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة كلمة ذكر فيها بالتاريخ النضالي لعبد الحق بن حمودة، فيما جدد
أكد لاباتشا التزام الاتحاد بالدفاع عن مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تم وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري المخلد له. من هنا لا يعرف مقولة الشهيد الخالد عبد الحق بن حمودة وهو يقول: نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا، ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن. اليوم وإذ نلتقي للترحم على هذا النقاب العظيم، فإننا نستشعر حضوره وامتداد ذكراه من خلال عزم أسرته النقابية على استكمال مساره، وهو الذي اعتبر أن النضال النقابي لا يكتمل إلا بالدفاع عن الوطن والسلامة والوحدة الوطنيتين وعن مؤسسات الجمهورية. على خطى الشهيد عبد الحق بن حمودة وكل الذين عاشوا على الوفاء للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومبادئه، فإني أغتنم هذه المناسبة للتأكيد أن الاتحاد ماض في مسيرته وبخطوات ثابتة وفي مسار صحيح، ليبقى صرح حصن قوي للدفاع عن مؤسسات الدولة وتكريس البعد الاجتماعي والمساهمة الفعالة في تجسيد كل ما يكفل العدالة الاجتماعية. في الذاكرة التاريخية دائما تحيا الجزائر اليوم الذكرى 64 لإضراب 8 أيام من عام 1957، حيث نظمت وزارة المشاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ندوة تاريخية حضرها الأمين العام لوزارة المشاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إضافة إلى عدد من أفراد الأسرة الثورية وباحثين. إضراب 8 أيام هو في الحقيقة صفحة بارزة في تاريخ الثورة المجيدة، صنعها أبناء وبنات الشعب الجزائري، صنعوا ملحمة خالدة عنوانها التلاحم والوحدة الوطنية، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، شاركت فيها كل أطياف المجتمع من تجار وحرفيين وفلاحين وطلبة، كلهم صنعوا لنا هذه الملحمة الخالدة في سجل الخالدين. إضراب كان مؤشرا بارزا للتنظيم المحكم للثورة وتجنيد كافة أطياف الشعب الذي برهن عبر استجاباته الواسعة لنداء الإضراب على انسجامه والتفافه حول ثورته. وليد قدري. بغرور قوة المستعمر ظنت فرنسا أن اندلاع الثورة ما هو إلا عمل عصابة سرعان ما يقضى عليها، لكنها أرغمت على فهم حقيقة أنها ثورة شعب. لم يكن ذلك بصوت الرصاص فحسب، بل بتضحيات وبطولات تعددت صورها خارج العمل المسلح. إضراب 8 أيام واحد من المحطات التي وجب التوقف.
كوموندو الولاية الرابعة التاريخية، أحيت بلدية بوزريعة بالعاصمة أحياء المناسبة بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب عند النصب التذكاري المخلد للشهيد، وذلك ترحما على روحه الطاهرة. تصل غدا أول دفعة من لقاح سبوتنيك ضد كوفيد 19 إلى مطار بوفاريكا، حيث سيكون في استقبالها كل من وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد، ومدير معهد باستور. على أن تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة بعد غد السبت بإشراف الوزير الأول عبد العزيز جرادة، وستكون الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. هذا وستصل لاحقا دفعات أخرى من اللقاح من كل من الهند والصين ودول أخرى. هذا وأكدت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم أنه في سياق التعاون مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، فإن استعمال اللقاح ضد الفيروس ضرورية، إذ أن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية، مشددة في بيان لها على ضرورة العمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر التي تؤكد بأن استعمال اللقاح أمر ضروري وفق الترتيبات والبرامج المسطرة، وذلك عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي، وتأسيسا على مبدأ استناد الأحكام الفقهية إلى الخبرة العلمية المتخصصة. كما أعربت اللجنة عن استبشارها بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونة بتوفير اللقاح لصالح الشعب الجزائري، وتحيي المجتمع الجزائري على تضامنه وتكافله وتفهمه وتجاوبه مع الوضعية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. هذا وسجلت ببلادنا 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وأربعة حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثلت 107 حالة للشفاء. وبهدف التحسيس بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا والكشف عنها، وكت تلقيح سكان مناطق الظل ضد الإنفلونزا الموسمية بتيسم سيلتا، نظمت قافلة طبية عسكرية بالمناطق النائية للولاية. محمد نور الدين قاسمي. من القطاع العسكري لتيسم سيلتا بإقليم الناحية العسكرية الثانية، كانت انطلاقة هذه القافلة الطبية باتجاه عمق جبال الونشريس، الغرض منها تلقيح مواطني المناطق المعزولة ضد الإنفلونزا وتحسيسهم حول أهمية اللقاح ضد كورونا. البداية كانت من دوار العبادلية. نقصوا علينا المعاناة، كنا نروحوا لتسمسيلة ندوو تيارت، وراه بعيد علينا تسمسيلة بسبعين كيلومتر، تيارت بسبعين كيلومتر، رانا في معاناة. والحمد لله اليوم راه زارنا الجيش الوطني الشعبي، وإحنا متعاملين مع الجيش الوطني الشعبي وندوو مع الجيش الوطني الشعبي، واليوم راه زارنا الجيش الوطني الشعبي لهذه البلاد، راهم يداووا في الدراري، يداووا في العائلات. في اطار مواصله الجهود المبذوله من طرف القياده العليا للجيش الوطني الشعبي في مجال المساعده الطبيه لفائده سكان المناطق النائيه بولايه تيسمسيلت، وكذا تعزيز الرابطه جيش امه، نظمت قياده الناحيه العسكريه الثانيه حمله تلقيح ضد الانفلونزا الموسميه والكشف عن فيروس كوفيد 19 باستعمال اختبارات الكشف السريع، مع تحسيس وتوعيه سكان المناطق النائيه لدواوير بلدية الملعب وبلدية سيدي العنطري، قصد التأكيد على ضرورة التلقيح المرتقب ضد فيروس كوفيد 19. وبدوار سيدي الميسون ببلدية سيدي العنطري، استفاد المواطنون من خدمات طبية مختلفة قوبلت بالترحيب. درتوا لنا الدواء، بارك الله فيكم، الله يحفظ الطاقم الطبي والجيش، ويا ربي يكون مع جيشنا، ويا ربي ينصر جيشنا. تحية الجزائر. وبمثل هذه المبادرات تتعزز اللحمة جيش أمة. مشاريع تنموية تشق طريقها بمناطق الظل، وهذه المرة ببلدية تندوفة، حيث شهدت جملة من المشاريع ذات الصلة بيوميات المواطن. عمر توخينا.
بحي الحكمة، أكبر مناطق الظل ببلدية تندوف أعطيت إشارة انطلاق جملة من المشاريع على غرار تعبيد الطرقات واستكمال مشروع الإنارة العمومية، الأمر الذي ثمنه ساكنة الحي. التغطية هذه نتاع الزفت اللي الحمد لله دخلت الأحياء الحكمة، لأنهم الحمد لله ربطتنا الحمد لله مع الدشرة وفي نفس الوقت مع الخط الرئيسي نتاع الحي، لكن الحي مازال صح خاصو مرافق وخاصو ياسر من النقاط، لكن شكر السيد الوالي لأنه من نهار اللي جاء لباس نسبة كبيرة من الأشغال انطلقت. انطلاق الحملة النظافية في الولاية وما هي إلا استكمال للترابط ما بين المجتمع المدني والسلطات الولاية. تعبيد الطرقات هذه ماشي الحي الحكمة في طريق إنجاز الحق واللي من الأحياء الراقية ونثمنون له هذه المبادرة. بينما أكدت السلطات الولائية مرافقة الانشغالات مواطني هذا الحي بتلبية جميع متطلباته الضرورية. أشغال يعني تاع ربط بالشبكات المياه الصالحة للشرب، المياه الصرف الصحي، الإنارة العمومية، واليوم أعطينا الانطلاقة تاع تزفية الطرقات، واليوم نقولوا أنه بدينا نوصلوا للأهداف تاعنا. لتعطى إشارة انطلاق حملة النظافة وعملية تعقيم الحي والمؤسسات التربوية. كما سجلت بلدية دوار الماء بالوادي عددا معتبرا من المشاريع التنموية استبشر بها سكان المنطقة متطلعين إلى المزيد ضمن مختلف البرامج. سمية مزوار. بلدية دوار الماء الحدودية بالوادي تختلف بها مؤشرات التنمية في ظل ما تم تحقيقه ومشاريع أخرى طور الإنجاز. استفادت ب 25 حقيبة للطاقة الشمسية ومجموعة كبيرة من الأبار جوفية، وكذلك هناك 38 كيلومتر من الشبكة الكهربائية عبر الأحياء لجميع الأحياء ببلدية دوار الماء، وكذلك 4-5 محيطات فلاحية زودت كذلك بالطاقة بالشبكة الكهربائية. هذه المشاريع كلها جسدت في أمر الواقع. سكنات تم توزيعها لفائدة مستحقيها وأخرى طور الإنجاز، خدمات عمومية وإدارية، بالإضافة لقاعة العلاج، مشاريع استحسنتها ساكنة المناطق الحدودية ويتطلعون إلى برامج أخرى. راح نطرح بعض الانشغالات يعني، ولكن الانشغال المهم هو في منطقتنا هي البطالة. أنا انجينير من الهندسة الميكانيكية، أنا تخرجنا هنا ما كاين ولو. عندنا المتوسطة وعدينا بمتوسطة لكن مازال ما بان عنها هاتي. المتوسطة راهي لحقت 1100 تلميذ، رانا نعانوا معاناة كبيرة، نقص في التأطير التربوي وعدينا بمتوسطة ولكن مازال ما بان عنها هاتي. نطالب بالتعجيل في فتح دار ولادة، عيادة كلينيك، وعدينا بها لحد الآن مازالت ما بان حتى شيء. تنمية الشريط الحدودي من خلال برمجة مشاريع لفائدة قاطنيها من شأنها ضمان استقرار الساكنة وتحسين إطارهم المعيشي، وهو الهدف الرئيس من تلك العمليات التنموية. أشرف اليوم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على لقاء تقييمي لجملة المشاريع الممولة من القطاع بحضور خبراء من صندوق النقد الدولي. وزير المالية شدد على ضرورة الدراسة الدقيقة للمشاريع العمومية وإعادة تقييمها لضبط تمويلها والتحكم الفعال في ترشيد النفقات. ونحن نقوم بهذه الأيام الدراسية وغيرها، لأن إطارات وزارة المالية تنتقل على مستوى كل الوزارات وكل المؤسسات التابعة للدولة من أجل التحسيس ومن أجل طبعا إضفاء جدية أكثر على كيفية برمجة المشاريع العمومية وفقا لما هو مسطر في النصوص التطبيقية التي صدرت طبعا، وهذا ما سيسمح لنا طبعا بالتحكم في المشاريع والتحكم في ميزانية الدولة. أقولها إنها ترشيد للنفقات وليس تقشف في النفقات، إنها ترشيد، c'est une rationalisation de la dépense publique. في إطار مشروع الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب شرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول الدروس المستفادة في مواجهة جائحة كورونا وفق المعايير الدولية في الجزائر. وبالمناسبة أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الأزهري حرص الجزائر على مواكبة ومسايرة كل المبادئ التي تنص عليها الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الجزائر. مجلسنا
يحرص كل الحرص على أن تكون كل الإجراءات والسياسات والقوانين والتنظيمات وأيضا حتى الممارسات اليومية لأجهزة ومؤسسات الدولة وحتى القطاع الخاص وحتى الفواعل التي لها علاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، يعني كل أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان كما يقال في لغة الأمم المتحدة. نحن نحرص على أن كل هذه الأفعال تتماشى وتتكيف، بمعنى تكون متماشية ومتكيفة وتتساير ومسايرة للمعايير الدولية المتعارف عليها التي قبلت بها الدولة الجزائرية بإرادته الحرة المستنيرة. قررت سلطة ضبط السمعي البصري التوقيف النهائي لبرنامج ما وراء الجدران الذي تبثه قناة النهار تي في بعد تسجيل تجاوزات مهنية وأخلاقية كثيرة، مبرزة في بيان لها اليوم أن البرنامج حاد عن أهدافه عدة مرات وأحدث في كثير من الأحيان جدلا في الأوساط الاجتماعية، وأن السلطة عمدت إلى إصدار عدة إنذارات. سلطة الضبط تلزم القناة بالتقيد بالقوانين المنظمة للنشاط السمعي البصرية وبأخلاقيات المهنة، وتشدد على ضرورة الارتقاء بالمشهد الإعلامي ووجوب حفظ كرامة الإنسان والالتزام بالضوابط والقواعد المهنية. وقف اليوم عمال وإطارات المؤسسة العمومية للتلفزيون يتقدمهم المدير العام أحمد بن صبان وقفة ترحم على روح الزميلة الصحفية بالقناة الرابعة الأمازيغية تنهينان لاصب، حيث قرأت فاتحة الكتابة على روح الفقيدة ورفعت أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم عفوه وأن يلهم ذويها وكل رفقائها وزملائها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و12 سنة للوزير الأول السابق عبد الملك سلالة وثلاث سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وأكد سلتان حبسا نافذا للوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 المرغاة. كما نطقت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات لكل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجلي الأعمال حسن عرباوي وأحمد معزوزة، وكذا 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري، وعامان حبسا نافذا للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرا. وقضت المحكمة بعامين حبسا نافذا على نجل الوزير الأول السابق فارس سلالة، وكذا عام حبسا موقوف النفاذ في حق علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمين زرهوني الوالية السابقة لبومرداس والمدير العام للتنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى استفاد من البراءة. دوليا الآن، دعا مجلس مدينة ديكايانو الإيطالية الحكومة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف جادة لإدانة العدوان العسكري المغربي ضد الشعب الصحراوي واستعادة الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي مستجدات فيروس كورونا عبر العالم، تم تسجيل أمس أزيد من 18,000 حالة وفاة في العالم، رقم قياسي يومي جديد يضاف إلى أزيد من 2,159,000 ضحية مسجلة منذ بدء الجائحة. إلى ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية المجموعة الدولية من أن السلالة المتحورة للكوفيد سواء البريطانية أو الجنوب إفريقيا هي الأشد فتكا وخطورة، داعية إلى تقليص ظاهرة انتشاره. هذا فيما طالب الاتحاد الأوروبي مخبر أسترازينيكا بمضاعفة الجهود لتوفير متطلبات القارة من اللقاح.
نعود إلى الوطن لنختم من مركز الصيد البري بزيرالدا غرب العاصمة، حيث يعمل على إعادة تأهيل الحياة البرية لا سيما للأيل البربري والحجن المحلي المهددان بالانقراض. الروبورتاج لسعيدة معيوف والتقرير لأمل فضيلة. البرية المهددة بالانقراض بالجزائر يعيش وسط غابات وأحراش ومرتفعات شمال إفريقيا. للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية وحمايتها يعمل مركز الصيد البري بزيرالدا منذ التسعينيات على تكاثره وتأهيله ليطلق بعدها في المحميات والمحيطات الطبيعية. لقد قمنا باختيار موقعين أساسيين وآمنين، غابة أكفادو بولاية بجاية والكتلة الغابية كولو بولاية سكيكدا. بعدما قمنا بتهيئة الموقعين داخليا على مستوى غابة أكفادو، قمنا بحماية مساحة 200 هكتار بمعدات خاصة لتسهيل عملية تكاثر هذا النوع الحيواني. مهمة أخرى تقع على عاتق المركز وهي العمل على تكاثر نوعين أساسيين من الطيور، التدرج والحجل المحلي. الحجل المحلي البربري نوع من الطيور يتواجد بشمال الجزائر، هو كائن يتمتع بشعبية كبيرة وسط السكان، فهو الأكثر تهديدا من قبل الصيادين. مركز الصيد البري يلعب دورا مهما في الحفاظ على تنوع الثروات الحيوانية البرية وحمايتها من الصيد العشوائي والعمل على تكاثرها وتطورها باعتبارها أساس التوازن البيئي. ختام هذا الموعد الإخباري، بقي نذكر بأهم ما جاء فيه من أنباء. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ندوة نيبادا، الوزير الأول يبرز جهود الجزائر في تبني مقاربة اقتصادية إفريقية لمواجهة التحديات الدولية، ويدعو إلى تعزيز مسار الاندماج القاري لبلوغ أهداف قارة آمنة ومزدهرة. في ذكرى اغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة، تأكيد على مواصلة مسيرة الفقيدة ومساهمة اتحاد العمال الجزائريين في الدفاع عن مؤسسات الدولة وحقوق العمال. ورصدنا في النشرة صورا عن التفاف الشعب حول ثورته المظفرة عبر استجابته الواسعة لنداء إضراب 8 أيام في ذكرى 64. كما تابعنا حركية تنموية ومشاريع حيوية بالمناطق النائية بتندوفة، وساكنة دوار الماء بالوادي يتطلعون إلى المزيد من المشاريع. شكرا على كرم المتابعة.